لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فنواصل الحديث حول قصص الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، ونستكمل الحديث حول الدروس والعبر من قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وحديثنا اليوم عنوانه المواجهة والدعوة، حيث المواجهة بين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وبين الفرعون عليه من الله اللعنة والانتقام، وذلك بما كان فيها من أحداث، حيث كذب الفرعون واستكبر وأبى وجمع السحرة لأجل إبطال دعوة موسى عليه السلام، وما دار في ذلك من أحداث، وذلك من خلال مشهدين اثنين. أما المشهد الأول فهو دعوة موسى عليه السلام للفرعون وقومه، وأما المشهد الثاني فهو مشهد يوم الزينة وما تبعه من أحداث. فأما المشهد الأول وهو مشهد المواجهة بين الفرعون وموسى، ودعوة موسى عليه السلام للفرعون، فهذا يتصل بما سبق من حديثنا، فقد انتهى الحديث بنا في المرة السابقة من أن موسى عليه السلام أوحى الله عز وجل إليه واصطفاه بكلامه، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب برفقة أخيه هارون إلى فرعون وملئه، يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى التوحيد ونبذ الشرك ونبذ زعم الإلهية والربوبية. فقال الله عز وجل الرحيم الحليم: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا
لعله يتذكر أو يخشى. وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم سبحانه وتعالى كفر الفرعون، ومع ذلك أرسل إليه نبيين قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وسبحان الله العظيم الحليم، فإن هذا مما يدل على عظيم رحمته وعظيم حلمه سبحانه وتعالى. فهذا برجل يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك يرسل إليه الأنبياء قولا له قولا لينا. فهذا يدل على أصل عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو الدعوة بالحكمة والحسنى. فهذا منهج الأنبياء، بل وهو مقتضى عظيم رحمة الله عز وجل بخلقه حتى الذين كفروا. ولذا يقول قتادة رحمه الله تعالى حول هذه الآيات متعجبا من عظيم حلم الله ورحمته، فيقول يا رب هذا حلمك برجل قال أنا ربكم الأعلى، فكيف حلمك بعبدك الذي يسجد لك ويقول سبحان ربي الأعلى؟ فالله عز وجل رحيم بخلقه، فكيف بك أنت أيها المؤمن؟ ويقول يزيد الرقشي، يقول يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ الله عز وجل يتحبب إلى الذين يعادونه ويحاربونه، فكيف بك أنت أيها المؤمن الذي تتولى الله وتناديه وتحبه؟ وهذا منهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد للداعي من استحضاره في دعوة الخلق، فلا ييأس من أحد ولا يغلظ إلا إذا كان ذلك مقتضاه. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الذين قتلوا المؤمنين حرقا في قصة أصحاب الأخدود، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. سبحان الله العظيم. وكما قال الحسن البصري قتلوا أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. سبحان الله العظيم. وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل وسعة حلمه سبحانه وتعالى، فكيف بك أنت أيها المؤمن؟ فإن الله عز وجل لا يرضى لك إلا ما يحب سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك في ظنك أنه مكروه، فعسى أن تحبوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون أن يذهبا إلى الفرعون لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء موسى عليه السلام وصحب أخاه هارون وتوجه إلى قصر الفرعون، واستأذن في الدخول على الفرعون. قيل أنه ظل أياما طويلة حتى أذن له، وقيل أن الفرعون لما سمع أنه موسى قال أدخلوه لأجل أن ينتقم منه في مقتل القبطي الذي كان موسى قد قتله خطأ. فجاء موسى عليه السلام وأخوه هارون ودخل على الفرعون، فلما دخل عليه وجه إليه موسى الدعوة إلى الله عز وجل، ودعاه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك ونبذ زعم العبودية له والألوهية منه، ودعاه إلى توحيد الله عز وجل الذي خلق الخلق وملك الملك ودبر له شؤونه. وهذا كله ظاهر في آيات الله عز وجل الكونية من حوله. فما كان من الفرعون
إلا الإزدراء، التنقص الناشئ عن الكبر. فقال الفرعون لموسى عليه السلام تاركا أمر الدعوة وما دعاه إليه: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ ألست أنت موسى الذي قتل رجلا من القبط؟ ألست أنت موسى الذي عشت في بيتي هنا وأكلت من طعامي وشرابي وكان عليك إحساني وامتناني؟ فترك دعوة التوحيد والتفت إلى شيء آخر تنقيصا وازدراء للنبيين عليهما السلام. فكان الرد من موسى عليه السلام أنه ما كان ذلك منه، أي قتل القبطي، إلا من طريق الخطأ، وأما ما كان من امتنانك علي وإحسانك فهذا لا يقابل استعبادك لأمة كاملة أنا منها، السنين الطوال وهم في سخرة واستعباد منك. وهذا مصداقه قول الله عز وجل حكاية عن رد موسى، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي كنت مخطئا وما كنت أقصد قتل الرجل، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي فلما خرجت من مصر ورجعت رجعت رسولا نبيا أوحى الله عز وجل إلي، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ما يساوي هذا الإحسان الذي كان منك لي في بيتك في هذا الاستعباد لأمة كاملة، هي خير أمة على وجه الأرض يومئذ، استعبدتها وقهرتها، وإني أدعوك كذلك أن ترسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فهذا الأمر الثاني الذي بعث به موسى إلى الفرعون، فإن لم يترك الشرك ودعوة الألوهية والربوبية فليترك بني إسرائيل ليعبدوا الله عز وجل بعيدا عن السخرة والاستعباد والذل والقهر والسجن الكبير الذي سجنهم فيه الفرعون. فما كان من الفرعون إلا أن نظر إلى من حوله من الملأ والوزراء والحاشية تهكما على موسى قائلا: هلا تستمعون؟ إيه ده بيقول إيه ده؟ سخرية من النبي موسى عليه السلام. فظل موسى عليه السلام يعرض دعوة التوحيد ولا يتوقف ولا ينشغل بسخرية الفرعون، فلعله يرجع، لعله يتوب، لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. فلما كان ذلك قال الفرعون متهكما أيضا: وما رب العالمين؟ ما هذا الرب الذي تدعو أنت إليه؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال للملأ حوله: ألا تستمعون؟ فمضى موسى عليه السلام قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي أن الله عز وجل هو خالق الخلق ومالك الملك، وما بين السماوات والأرض ملكه وخلقه، وهو الذي سبحانه وتعالى يدبر له شؤونه، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي خلقكم وخلق آبائكم، وما وجدتم بأنفسكم، إنما الذي خلقهم هو الله وليس الفرعون، إنما الذي يرزقكم هو الله وليس الفرعون، إنما الذي يدبر شؤونكم هو الله وليس الفرعون، إنما الذي يحيي ويميت هو الله وليس الفرعون. فظل الفرعون على ما هو عليه، فالتفت إلى موسى كذلك وهو ينظر إلى ملئه، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وكل ذلك تهكما لا إقرارا، إنه لا يقر لموسى برسالة، إنما يتهكم عليه ويسخر منه، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فمضى موسى عليه السلام
في دعوته وفي تقرير قضية التوحيد. قال ربهم، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كانت لكم عقول تفكر، انظروا هل من أحد قد ادعى خلق هذه السماوات والأرض؟ هل من أحد ادعى خلق الشمس والقمر؟ هل من أحد يستطيع أن ينظم حركة الليل والنهار والمشارق والمغارب؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك، وهو الذي دبر له شأنه، وهو الذي يجري في ملك الله عز وجل بأمره، أي هذا الخلق وتدبيره. فهل من أحد يزعم أو يقدر أن يدعي ذلك؟ وهو بذلك يعرض بالفرعون الذي زعم أنه هو رب الناس الأعلى وإلههم الذي لا إله غيره. فلما كان ذلك، وبعد عرض قضية التوحيد من حيث الأدلة المعنوية الشرعية الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل في الخلق، ومع ذلك فإن الفرعون لا يزال على كبره وعناده يكذب بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل انتقل الفرعون إلى عادته لمن خالفه، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إله ماذا الذي تدعو إليه يا موسى؟ أنت لو تكلمت بهذا الكلام بعد ذلك سأجعلك من المسجونين. وكما أشرنا قبل ذلك في قصة يوسف أن أول من سن السجون الأبدية الطويلة هو الفرعون أو الفراعنة. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن موسى عليه السلام صاحب القضية الذي لا يتوانى، الذي امتلأ قلبه ذكرا لله سبحانه وتعالى، لا سيما في أثناء المواجهة كما أمره الله سبحانه وتعالى وقال له ولأخيه ولا تنيا في ذكري، فجعل موسى عليه السلام يزيد في عرض قضيته ويزيد في أدلته. فلما وجد أن الأدلة من البينات لا يرضى بها الفرعون انتقل إلى الأدلة الحسية والمعجزات والآيات التي جعل الله عز وجل له. فقال للفرعون أولو جئتك بشيء مبين، أنت لا تؤمن بكل هذا الذي يدل على الله عز وجل، فهل إذا جئتك بأدلة حسية تراها أنت بعينك تؤمن؟ قال فأتي بها إن كنت من الصادقين، وريني هتعمل إيه. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. ألقى موسى عليه السلام عصاه في الأرض فتحولت إلى حية عظيمة كما سبق وصفها قبل ذلك. فلما رآها الفرعون زعر واضطرب وخاف خوفا شديدا. قال بعض المفسرين أصابه إسهال، ظل 40 يوما من جراء هذا المشهد. وقال بعض المفسرين بال على نفسه من شدة الخوف والزعر لما رأى هذه الحية التي ليس لها مثيل في الخلق. ثم نزع يده موسى عليه السلام فأخرجها فإذا هي بيضاء تلألأ، وهي الآية الثانية، فذانك برهانان إلى فرعون وملئه. فأخرج يده فتلألأت بالضياء وانبعث النور منها. هل يكفيك يا فرعون هذه المعجزات التي ما أزعمها لنفسي ولا أدعيها لنفسي ولا أطلب من الناس شيئا لنفسي؟ إنما أنا آمركم بعبادة الله الواحد الأحد الذي أرسلني إليكم بهذه البينات وهذه الآيات. ولكن الكبر الذي امتلأ به قلب هذا اللعين والعياذ بالله، والجهل الذي امتلأت به قلوب من حوله
والعياذ بالله، جعلهم لا يؤمنون، وجعلهم يكذبون، بل وجعل الفرعون يبحث عن شيء يواجه به كل هذه البينات، فلم يجد الفرعون إلا الاتهامات. وهذه سنة الكفار على مر الزمان، وأنتم رأيتم ذلك في قصص الأنبياء السابقين، وهو الاتهام والسب واتهام الرسل والأنبياء بما ليس فيهم لأجل رد دعوتهم وتشويه صورتهم عند العامة وعند الجماهير صدا عن دعوتهم. فما كان من الفرعون إلا أن زعم أن هذا الذي جاء به موسى ما هو إلا نوع من السحر، وإننا يا موسى إن كنت جئت بسحرك هذا لتخرجنا مما نحن فيه من عز وجاه وسلطان وملك، سنأتي لك بسحر مثله. فكان ذلك من الفرعون تكذيبا واستكبارا وعنادا ثم زيادة في الكفر. قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ ولك أن تتأمل عبارة الفرعون لملئه، فماذا تأمرون؟ إن الفرعون لا يأتمر بأمر أحد، فهو ربهم، ولكن لضعفه ولأجل اضطرابه جعل يقول لمن حوله: ماذا تأمرون؟ أمروني وأنا أفعل. ماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. نعم، أنت عليك أن تأتي لهذا الساحر بسحرة كثيرين. ندعو لك أعظم السحرة في بلاد مصر ونجمعهم جميعا. فتوجه الفرعون إلى موسى يطلب منه تحديد موعد للقاء بينه وبين السحرة. قال: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فكان الرد من موسى عليه السلام: قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موعدكم في هذا اليوم الذي هو عيد عندكم تحتفلون به، وكان هذا يوم عيد عندهم، قيل أنه هو يوم العيد الذي لا يزال أصله مستمرا في المصريين إلى يوم الناس هذا، وهو ما يسمونه بشم النسيم. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وطلب موسى عليه السلام أن يجتمع الناس جميعا، لا أن يكون هو والسحرة فقط والفرعون وملأه، لا، إنما يكون الناس جميعا من بني إسرائيل والقبط جميعا، وأن يكون ذلك ضحى، أي في وضح النهار، حتى لا يلبس السحرة ربما أو يلبس الفرعون في الظلام أو نحو ذلك، أن يكون ذلك في أول النهار ضحى، وأن يجتمع الناس جميعا. وهذا لثقة حامل هذه الدعوة بدعوته، وهذا درس عظيم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الداعي إلى الله عز وجل رسول من الله سبحانه وتعالى، ونائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، يحمل دعوة الحق، ولذلك لابد أن يثق في دعوته وأن يثق في نصر الله عز وجل لهذه الدعوة، وإن أصابه ما أصابه، وإلا فلربما انسحب البعض من ميدان الدعوة عند أول تخويف أو عند أول ابتلاء أو نحو ذلك. فكان اللقاء أو كان الاتفاق على اللقاء والموعد أن يكون ذلك يوم الزينة. وانصرف موسى عليه السلام وأخوه هارون راجعين إلى بني إسرائيل، وأما الفرعون فانصرف إلى جمع السحرة، وصار هم الفرعون
كله لجمع السحرة. قال ائتوني بكل سحار عليم، هاتوني كل السحرة اللي في مصر في كل مكان، بل ائتوني بالسحارين أي الذين سحرهم أكبر وأشد من غيرهم. فانصرف الفرعون إلى ذلك وانصرف إلى جمع السحرة، فجمع السحرة إلى ميقات يوم معلوم. وجاء الفرعون بالسحرة قبل هذا اليوم وجمعهم واجتمع بهم. قيل في عدد السحرة أقوال كثيرة، لعل أقربها والله أعلم قول ابن عباس أنهم كانوا 70، وإن كان ذكر أعدادا كبيرة جدا عن ذلك. فجمعهم الفرعون في جلسة خاصة مع الملك مع الرب، وجعل يمنيهم ويعدهم، وهم كذلك يطمعون في الدنيا، فهم سحرة الفرعون الذين لا هم لهم ولا شغل لهم إلا تزيين باطل الفرعون وتزييف الحقائق والأكاذيب على أن تكون لهم العطايا من الفرعون الدائمة، هم يعيشون على ذلك. فلما جاء بهم الفرعون وجمعهم وأخبرهم الخبر طلبوا الزيادة، هذه فرصة لمن لا دين عنده، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لو غلبنا موسى إيه المكافأة، عايزين مكافأة أعلى. هكذا والعياذ بالله سحرة السلاطين الظلمة ونحو ذلك. فما كان من الفرعون إلا مناهم أكثر وأكثر، أنتم تريدون مالا؟ لا، بل أنا سأعطيكم أكثر من ذلك. قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. ما البس ده ترقيات ومناصب هتاخدوها بعد هذا المال كذلك. وانصرف الإعلام الفرعوني لصرف الناس عن دعوة موسى ولتحريضهم على التكذيب لدعوة موسى. فانطلق الإعلام الفرعوني في كل مكان ليجمع الناس يوم الزينة، وصارت الدعوة التي تنطلق أن موسى وأخاه سحرة يريدون أن يخرجوكم من بلادكم ومن أرضكم وما عشتم عليه وما أنتم عليه كذلك من الحياة المثلى والطريقة التي لا أحسن منها، فأنتم الذين اعتدتم حياة عظيمة تحت الفرعون، كيف لكم أن تتركوا ذلك للساحرين هذين؟ ولذلك انطلقت وسائل الإعلام الفرعونية وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وانطلقت كذلك وسائل الإعلام الفرعونية تحمل التحريض، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. انظر، طريقة الفراعنة هي الطريقة المثلى، المجتمع الفرعوني هو المجتمع الأمثل، سبحان الله العظيم. وذلك للآفة العظيمة التي عاشت عليها الأمم ومات عليها كثير من الناس هالكين، وهي التقليد، تقليد الآباء والأجداد، عشنا على ذلك، هذه حياتنا، احنا طلعنا لقينا آباءنا كذا، المجتمع بتاعنا يعيش كذلك، لا تغيروا شيئا، هذه حياتنا المثلى، انتوا جايين تغيروا الدنيا. وهكذا كم من الأمم هلكوا بسبب تقليد الآباء، بسبب السير على ما كان عليه الأولون، واذهب بطريقتكم المثلى. هذه الطريقة المثلى جعلت الناس يتحفزون، جعلت الناس في قلوبهم العداوة من قبل أن يأتوا إلى يوم الزينة.
فهذا موسى الذي يريد أن يخرجهم عن عاداتهم وتقاليدهم وحياتهم. وجاء يوم الزينة واجتمع الناس من كل مكان، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ اجتمع الناس من كل مكان، وجاء الفرعون بملئه وحاشيته ووزارته، وجاء الناس جميعا. ووقف الفرعون ومن أمامه السحرة، وفي مقابلهم موسى عليه السلام وأخاه هارون. فلما كان ذلك تقدم موسى عليه السلام قبل النزال، وهذا واجب على كل داع إلى الله سبحانه وتعالى. تقدم إلى السحرة وجعل ينصحهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، وهذا منهج النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل قادته إلى أعدائه، يقول انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أن الله واحد لا شريك له، أو ادعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلما كان ذلك تقدم موسى بالنصح إلى السحرة، ارجعوا عما أنتم فيه، إن هذا افتراء على الله، إن هذا يكلفكم العقوبة من الله سبحانه وتعالى، ارجعوا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ولكن السحرة جعلوا يترددون كما وصف الله عز وجل، فتنازعوا أمرهم بينهم، كأنهم حصل فيهم شيء من التراجع. حتى ذكر بعض المفسرين أنهم قالوا لبعضهم، أو قال بعضهم لبعض، إن كلامه كلام نبي، وقال البعض الآخر لا، بل إن كلامه كلام ساحر. وانتهى هذا التردد الذي حصل بين السحرة إلى التواصي بالصبر والصمود أمام موسى. فقد غلب أهل الباطل منهم، أو غلب دعاة الباطل منهم في هذا التردد من كان يقول بكلمة حق. فلما كان ذلك تواصوا بينهم كما وصف الله عز وجل، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. ثم كان نتيجة ذلك خرجوا يرددون كلام الفراعنة، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. لا، إحنا على العهد يا فرعون، هؤلاء يا أيها الناس سحرة، وسبحان الله العظيم، هم يتهمونهم بما هم فيه، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا أمركم بينكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. انظر، يتواصون فيما بينهم على الصبر والجلد في مواجهة الحق، نعوذ بالله من ذلك. فلما كان ذلك واستنفذ موسى عليه السلام معهم أسباب دعوتهم، قال لهم موسى عليه السلام في ثقة عالية، ألقوا ما أنتم ملقون. وفي بعض مواضع القرآن ما يشير إلى أنهم حاولوا التماسك حتى تصرفوا في غرور، فجعلوا يقولون لموسى كأنهم يظهرون عدم الخوف والقلق، ألقي أنت أو نلقي نحن، الأمر لا يفترق عندنا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. ولك أن تتأمل هذه العبارة، والله إنها لتحمل إذلالا للسحرة ولمن جاء بالسحرة. قال ألقوا، أي كل ما ستفعلون هذا سيلقى في الأرض. قال ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وكما قال الله في موضع آخر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم
وجاءوا بسحر عظيم. لما ألقى السحرة حبالهم وكان كل واحد منهم يمسك بمجموعة من الحبال فجعل يلقيها الواحد بعد الآخر، وقد طلوها بالذئبق ونحو ذلك من الأدوات التي بها يسحرون أعين الناس، فجعل الناس ينظرون، امتلأت الأرض بالثعابين والحيات لما ألقى السحرة، حتى جعل الناس يتحاشون ذلك ويخافون. ولقد خاف موسى عليه السلام من سحرهم هذا العظيم على الناس، كما وصف الله عز وجل قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف موسى من سحرهم هذا أن يؤثر في قلوب الناس. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، أنت يا صاحب الدعوة، أنت يا صاحب الحق، أنت الأعلى، مهما حاول الباطل أن يزين ويزيف ويغير الحقائق. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاطمأن موسى عليه السلام ثم ألقى عصا، فلما نزلت العصا كما يقول المفسرون تحولت إلى حية عظيمة ملأت المكان، لها قوائم تمشي عليها على غير عادة الحيات والثعابين، وإذا بهذه الحية تلقف كل الحيات التي ظنها الناس كذلك، وهي الحبال التي ألقاها السحرة، تلقف كل ذلك وتجمعه في لحظة واحدة. فلما كان ذلك وكان هذا المشهد المهيب الذي يظهر لكل إنسان عاقل أن هذا ليس أمر سحر، فهؤلاء 70 ساحرا أو أكثر، فلو كان السحر أو الأمر سحر لما كان هذا، فالعدد غالبا هو الذي يغلب. فيوقن كل عاقل أن الأمر ليس كذلك، إنما هو أمر وبينة من الله عز وجل، ولا سيما وأن صاحب ذلك لا يدعي السحر كما يفعل الآخرون. إن السحرة يقولون هم سحرة وهم رجال الفرعون، أما موسى عليه السلام فهو يقول: أنا أدعو إلى الله، ما يدعو لنفسه، أنا لست ساحرا، إنما هذه آيات الله عز وجل أعطاني إياها وأرسلني بها إليكم. ولذلك كانت المفاجأة التي لم تكن في خلد أحد من الناس فضلا عن الفرعون، ألا وهي إيمان السحرة: لا إله إلا الله، الله أكبر. السحرة الذين هم حماة عرش الفرعون وحماة ملك الفرعون، فهم الذين يزيفون ويزينون الباطل للخلق، وهم الذين يثبتون عرش الفرعون، هم الذين يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بالفرعون. أي نعم. فلما كان ذلك أعلن السحرة الإيمان، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ثم اتجهوا إلى الأرض ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وكان هذا كذلك من عظيم نصحهم، وكذلك من عظيم فطنتهم، فإنهم أضافوا اسم موسى وهارون إلى لفظ الجلالة لأجل ألا يظن جاهل أو متوهم أنهم يؤمنون بالفرعون أنه رب العالمين. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وها هو الفرعون قد نزل به ما كان يحذر، فماذا كان تصرف الفرعون؟ هذا ما يأتي عليه الحديث في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلما كان ذلك، حاول الفرعون المضطرب المزعور أن يعالج الموقف، وأن يحتوي الموقف بأي تصرف لا يصرف عنه الناس. فجعل الفرعون ينظر إلى السحرة ويقول لهم قولا هو من الافتراء، لكنه يحاول احتواء الموقف. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ طب كنت شاوروني، قولوا لي، وأنا يعني أقول لكم مصلحتكم فين؟ ألا تعرفون أني أنا الذي أعلم مصالحكم؟ قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم التفت وزعم زعما آخر، وهو ادعاء المؤامرة: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لا إله إلا الله، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فالفاجر يصنع ما يصنع، لا يستحي. إنه يتهم موسى ويتهم السحرة الذين جمعهم هم، جمعهم هو، أنهم تآمروا عليه، وأنهم اتفقوا قبل ذلك بليل على ذلك. وموسى عليه السلام كل من حضر يعلم أنه ما رأى السحرة أبدا قبل هذا اليوم، فهو الذي ظل 10 سنوات في مدين، وهو الذي كذلك جاء بالسحرة تحديا لموسى. ولذلك كان هذا كله من التخبط والتشغيب. فلما كان ذلك ووجد أنه لا أثر له في الناس، لجأ إلى سلاح العاجز، وهو التهديد بالبطش والقوة. قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نعوذ بالله من الكفر. إنه يهددهم بالقتل، ثم يقول لهم: وهذا القتل الذي سيحدث لكم قارنوا بينه وبين عذاب رب موسى، وانظروا أنا أشد عذابا أم رب موسى، وأنا أبقى أم رب موسى. ونعوذ بالله من ذلك. ولكن كانت المفاجأة الأعظم، وهي الثبات العظيم للسحرة، فإنهم ثبتوا ثباتا عظيما، فقالوا لفرعون: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، اقض ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انظر أين طلب المال الذي كان يطلبونه، أين بعزة فرعون نحن الغالبون، أين ذهب كل ذلك؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان بالله عز وجل الذي إذا ملأ القلوب جعلها امتلأت نورا وثباتا. ولذلك سبحان الله العظيم، انظر إلى السحرة وكيف تحولوا. كانوا في أول النهار يقولون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الدنيا هي همهم، والمال والمناصب والكراسي. تحولوا في آخر النهار، قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، ما احنا هنموت هنموت، تتعدد الأسباب والموت واحد. قالوا: لا ضير، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لا بد هنموت، وأنت ستقتلنا اقتلنا. تحولوا من قسمهم بالفرعون وبعزة الفرعون، قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون في أول النهار. تحولوا بالإيمان إلى: لن نؤثرك
على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، على تفسير أنه قسم، والذي فطرنا، فصار القسم بالله عز وجل وليس بفرعون. تحولوا من إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم ويذهب بطريقتكم المثلى إلى إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي أول من آمن بموسى. بل عباد الله تحولوا إلى دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. انظر في كل هذا الخضم من التخويف والترهيب الذي ربما يتعرض البعض منا للا شيء من ذلك فينصرف عن دعوته وعن دينه، نسأل الله العفو والعافية. تحولوا إلى دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا للفرعون يدعونه ولمن حوله هذه الكلمات العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أي يا فرعون ويا ملأ الفرعون، اعلموا ذلك وتوبوا إلى الله كما تبنا، ارجعوا إلى الله كما رجعنا. هكذا ثبتوا. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كانوا أول النهار سحرة فجرة، فصاروا آخر النهار شهداء بررة. وهذا الذي يظهر، أن الفرعون قتلهم ووجد من يعينه على قتلهم، وهذا ظاهر من قولهم ودعائهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فلما كان ذلك أعلن فرعون الحرب على المؤمنين في الأرض، وذلك بعد مشورة بطانته السيئة. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فأمر الفرعون بإعمال القتل والتعذيب والتشريد في بني إسرائيل. وأما تفصيل ذلك فهذا يأتي عليه الحديث بإذن الله تعالى في المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اعفو، اللهم نجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزل من مات منهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.